مرحبا بكم مع أمولة. نعرف قديش مرة شاركت معكم الفريكاسي، في كل مرة نعمل غصيته تنجح نبرتجيها معكم. هذه غصيته جديدة وخاصة العجينة حاجة بنينة برشا ومستحيل يشرب زيت الفريكاسي متاعنا، وينهم عشاق. وما تنسيوش لايك وبرتاج. خذيتوني 300 غرام فارينة، خذيتوني 100 غرام سميد أرطب. سميد أرطب المكونات متاعي بالباهي، عجينة مزيانة برشا، طريقة زيدة سهلة. دونك هوني خذيت ساشي خميرة متاع الخبز، خذيتوني ساشي يعني بين السميد والفارينة 100 غرام. نضيف زيدا كيف كيف رشة الملح باش نحط هوني عظمة، وباش نحط زيدا كيف كيف تقريبا 30 مليلتر زيت. انا استعملت زيت زيتون، تنجموا تستعملوا اي زيت عندكم تحبوا، اللي معناه مستنسين به يكون متوفر موجود عندكم. باش نضيف هوني الماء الدافي، نعاود نقول الماء لازم يكون دافي مش بارد. ونعجن العجينة متاعي هوني باش نحطها من بعد على الوجق، ونعجنها هكا شوية 5 دقائق، ومن بعد نرجعها كما قاعدين تشوفوا في الفيديو هوني في الصحيفة، وباش نخليها تقريبا ترتاح مدة 45 دقيقة. مهم برشا العجينة متاع الفريكاسي ترتاح، نغطيها ونخليها ترتاح. في الوقت هذاك انا مشيت الحقيقة حضرت الفريت وكل حكاية يعني متاع بطبيعة الحال الفريكاسي. وهوني رجعت حليت بالقلقال وخذيت الكيس متاعي. تاخذوا بورت بيس، تاخذوا كيس، تاخذوا صحفة اللي تحبوه انتوما، انا باش نعملهم هكا صغيرات ما يكونش يعني برشا كبار. وبالشكل هذا نحل هكا بشوية، وحطيت هوني الاخطاء عندي في الكوجينة نستعملوا ديما في الخبز والكل، باش نحط معناها الفريكاسي متاعي ونخليه 15 دقيقة. معناها يرتاح مرتين مهمه برشا، وخاصه العجينه مهم برشا احنا نعجنوها. انا خيرت باليد ما حبيتش يعني الغبو باش انتم زيدا تستفيدوا. انا زيدا حسيتها خير كي تعجنها هكا باليد احسن. سخنت الزيت نتاعي وباش نبدا هكا بديت بلوتو نقلي في الكعبات نتاع الفريكاسي نتاعي. بطبيعه الحال الزيت يكون هكا ملول سخون، وبعد نقصوا شويه ونبداو هكا نقليو الكعبات نتاعنا حتى لين نكملوهم الكل. يعني كونتيتي ما شاء الله 400 غرام فرينه عملونا خير وبركه. وبطبيعه الحال هوني بالطبيعه في الحشو كيف ما تحبوا انتم، تو نوريكم انا شنو اخترت. وانتم بطبيعه الحال الفريكاسي اللي تشتيوا تنجموا تحطوا فيه بالطبيعه. انا نخيروا الحقيقه مالح لاني ذقته وحلو وما عجبنيش، دونك الحقيقه معناها نحبوا الفريكاسي بالنسبه لي انا رايي الخاص نحبوا معناها مالح. حليت هوني باش نحل هكا كعبات ونوريكم شوفوا قديش حتى لا شارب زيت لا حتى شيء، روعه مهم برشا احنا نخليوه هكا نقلبوا يعني باش يطيب لنا من داخل الكل بنين برشا وهشوش وخفيف زاده كيف كيف. كي لاحظتوا انا ما حطيتش السكر يعني في الفرينه، حطيت الخميره ورشه ملح اكاهو بنين برشا. جربوه بالطريقه هذه وخليوها ترتاح مرتين، حاجه روعه وما تشبعوش منه. خذيتوني البطاطا هيك قصيتها طن، شويه هروس مع شويه صوص طماط خلطتهم باش ما يكونش برشا حار. خذيت كعبات بيض ومعناها وربيتهم هيك الكل بعد ما طيبتهم. تنجموا تحطوا زيتون، سلطه مشويه كبار، معناها بطاطا تكون معناها مصموطه مش مقليه. يعني الفريكاسي بطبيعه الحال عشاق وما شاء الله، وتنجموا تحطوا اللي تحبوا انتم. انا ديما نوريكم الطريقه اللي انا نعملها شو من بعد يرجع لكم انتوما ونوريكم زيدا كيف كيف. مهم اهم معناها من الحشو الحقيقه هي العجينه والطريقه اللي انا عملتها. ان شاء الله انتوما زيدا تجربوها كالعاده، ما تنساونيش من لايك والبارتاج مهم برشا، هاو كنفيدوا الناس الكل. وحاجه تشجعني زيدا باش كل مره نرجع معاكم بنه جديده وفيديو جديد يفيدكم بوصفات. كما عاود نقول ما نعرفش قداش مره شاركت معاكم الفريكاسي، كل مره نعمل غوصات وتعجبني وتنجح نحاول نبارتاجيها، وهكا انتوما زيدا تقيدوها في دفتر نتاعكم نتاع الكوجينه وقت تحبوا تعملوا حاجه فريكاسي هكا مشخشخ على كيف كيفكم مع اموله تلقاو الغسيت. نحبكم برشا الناس الكل، في انتظار تعليقاتكم الحلوه باش تجربوا متاكده الغسيت. في امان الله، ربي يفضلكم. شكرا على محبتكم، انا زيدا نحبكم برشا، وشكرا على تعليقاتكم الراقيه واخلاقكم الطيبه. ربي يفضلكم الناس الكل، في امان الله، بسلامه.